احنا كمهنيين تنأكدوا اليوم على ان بالممارسة الميدانية داخل الصيدلة تنتعرضوا لمجموعة ديال الضغوطات اللي السبب الحقيقي ديالها ومع المواطنين هو النقص في المخزون ديال الأدوية، لا المتعلقة بالبروتوكول كوفيد ولا بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. هذا واقع تنعيشه اليوم داخل الفضاءات الصيدلانية، أتكلم على فاس وعلى هذا الجهة، وفي اتصالات مع جميع الإخوان في ربوع المملكة تأكدوا نفس الشيء. وبالتالي نعتبر أن البلاغ الصادر عن الوزارة هو بلاغ تضليلي للرأي العام، لا علاقة له بالواقع المعاش ميدانيا. الانخراط ديالنا في اليوم احتجاجي هذا جاي نتيجة لهذا ديال الإهمال التي عرفوا هذا القطاع على جميع المستويات، في بعده التنظيمي ولا في بعده المهني. وانت تكلمتي على النقص التي عرفوا تتعرفوا الأدوية على رفوف الصيدليات، وهذا راه لمسوا المستهلك يعني بشكل تلقائي وعبر عليه، وحنا اللي في الواجهة يعني هذا السخط ديال المواطنين في هذا المجال حنا اللي تنواجهوه، وبالتالي يعني خرجنا تنعبروا على الاحتجاج ديالنا، وحنا تنحملوا اما الشارة السوداء او الكمامة السوداء، هو إثارة انتباه المسؤولين على هذا الصمت اللي وقع تجاه هذا القطاع اللي تعاني الامرين، تعاني من ناحيه المواجهه ديالو ديال مخلينه بوحده يعني تتخبط المشاكل ديالو مع المواطنين في خلال يعني، لان الفقدان ديال الادويه ماشي نتيجه غير لهذا الزمن ديال كورونا، هو عدد الادويه اللي يعني تتفقد من حين الى اخر، وبالتالي تيولي المواطن اللي تيكون خصوصا اللي عنده ارتباط بالامراض المزمنه او اللي عنده ارتباط دابا حاليا بالبروتوكول ديال كورونا، بعض الخطرات راه كانت المادة ديال الباراسيتامول في واحد المنتوج معين اللي هو معروف عند الجميع كان 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 كان, كان قليل. حنا ما تنتكلموش على فقدان بصفة نهائية، بعض الخطرات راه حتى الندرة ديالو والقلة ديالو تتخلق واحد عدم استقرار ديال تدبير الصيدلية، وهذا اللي ثار غضب ديال المهنيين، واحتجوا اليوم تعبيرا على أساس بأن هذا القطاع يعني هو من المفروض يكون من القطاعات اللي هي تتحظى بالأولوية الاهتمامات خصوصا في هذا الزمن ديال كورونا. Thank you.